materia, l'unità di الاحساس مزيان، حنا كنشوفوا الظروف، الظروف والبلاد. بالنسبه لي عندها طابع خاص صراحه، طابع خاص، لان خصوصا مراكش باقي صغير ورجعت كمدرب مع فريق كبير الحمد لله. نتمنى ان شاء الله تكون فيها الخير علينا، وكنشوف كما قلت كنشوف انا الظروف اللي موالنا للفريق ديالي، ماشي جينا لهذا الدوما ودوزنا معسكر تقريبا في اول سنه، فالظروف مزيانة، الوتر مزيان، قرب للملعب. نتمنى ان شاء الله نحقق ان شاء الله. اول مباراة في الشامبيونز ليغ اللي ما كانتش تكون مهمة، كتشوف المباراة في الشامبيونز ليغ الاولين دائما كيكونوا مهمين، لان العام اللي فات ما كناش مشينا مزيان، من بعد كيخصك تبقى دابز وغادي تقاتل تشوف غادي تخسر ولا تربح. من بعد اول فاش لي ماتش كيكونوا مهمين ضروري خصك تربح، وعاد دابا حنايا في الميدان ديالنا ماشي في كازا ولكن حنايا في المغرب ضروري خصنا نربحو. وجدنا كنوجدو مزيان، وجدنا البارح ومازال كنوجدو، غنوجدو ان شاء الله اليوم المباراة، شوفوا الادفيرسير كيفاش كيلعبو من فرونس ومنتال، وان شاء الله ضروري علينا خصنا نحققو نتيجة مزيانة باش نبداو هاد لا كومبيتيسيون مزيان ممكن ان شاء الله. حنا مشينا لهذا الماتش كنشوفو في الفيديو وكنشوفو في حتى في التيران كيفاش لعبو الماتش اللي قبل ديال فاش تبدلو، كيبانو لنا ما فهمتش عندهم الطريقة ديال اللعب ديالهم، ولكن حنا كنوجدو باش نستغلو دوك نقاط الضعف ديال الخصم اللي لعبنا ضدو، باش حنايا نبينو على اننا المستوى اللي بينا قبل في السوبر ليغ اننا مازال حنا في داك المستوى، وخاصنا نزيدو نخدمو كتر باش نصلحو دوك الاغلاط اللي درنا في الماتش الاخر. انا بالنسبة لي في الماتش الاخر ولينا في الاغلاط،